تقرير لموقع الجزيرة نتحدث عن الصعوبات التي تواجه النساء اليمنيات العاملات في الصناعة الشعبية، منها عدم وجود مكان خاص للبيع، إذ يعرضن منتجاتهن في الشارع العام تحت أشعة الشمس ووسط الأتربة. التقرير أشار إلى المواطنة آمنة صابر من محافظة أرخبيل سقطرى التي تخرج من منزلها قاطعة ساعة أو تزيد قليلا مشيا على الأقدام نحو حديب العاصمة الإدارية للجزيرة لبيع مصنوعاتها من الفخار، معتمدة كليا على ما تصنعه يدها من أجل العيش. التقرير يضيف أن آمنة وجدت في صناعة الفخار طوقا للعيش في البلد الذي يضربه الفقر والمجاعة في أسوأ كارثة عالمية وفق وصف الأمم المتحدة، وتحظى الصناعة الشعبية القديمة في سقطرى باهتمام وإقبال سكان الجزيرة والسياح من خارجها، وأسهم بازدهارها وجود 7 جمعيات نسائية مهتمة بهذه الحرف اليدوية وتسويق منتجات الفخار والحصير في الجزيرة.